لكن البلايص الاخرين باقيين محنينها بزاف. البارح مشات عندها رونديفو في لوبيتال، خصو يشوف الطبيب، ما استقبلوهمش. واحد المجهود خواتاتها باش كيديوها لوبيتال نهار دو رونديفو، علاش ما تستقبلوهاش؟ علاش انسانيا يشدوها يدخلوها يشوفوها وماشي البونسمون موسخه باش نقولوا خافوا؟ واشنو نتوما كديروا الا ما تشدوش مريض كيف ما بغيكم؟ الناس راه كيتعذبوا باش داوها، يقولوا لها تجبيها واقفه. اش هذا الشيء؟ واقفه ولا ناعسه؟ انت ديري خدمتك. هاد السيده محروقه التروازيام دوكري، اللحم ديالها كله محفر، بدا الحمد لله لابول اللي هي مسدوده وداكشي بدا تتبرى، ولكن البلايص الاخرين باقيين محنينها بزاف، باقيين محنينها بزاف. اياه ان شاء الله. جابوني واحد المحسنين هما اللي عيطوا ليا وقالوا ليا هاللي كاين وهاللي كاين، قلت لهم ما كاين حتى مشكل، نمشي تأنا ندير الأجر، علاش لا؟ والحمد لله كاين الخدمة فيها بزاف. بحال البارح مشات عندها رونديفو في لوبيتال، خصو يشوفها الطبيب، ما استقبلوهمش. واش هاد الناس غير الناس اللي تيعاونوهم، غير الناس المحسنين، لا من برا ولا من هنايا من المغرب، كيعاونوهم والناس كيديروا واحد المجهود خواتاتها باش كيديوها لوبيتال نهار دو رونديفو. علاش ما تستقبلوهاش؟ علاش؟ خصو يشوفها، خصهم لي زانفيرميير يستقبلوها، واحد يشوفها الميتسا باش يعرف الحاله ديالها فين واصله. علاش؟ هذا خطا، هذا خطا. في قلبهم جراح ما لا، هو ما كايناش. كون كانت كره شدوها انسانيا، يشدوها يدخلوها يشوفوها، وماشي البونسمون موسخه باش نقولوا خافوا. واشنو نتوما كديروا الا ما تشدوش مريض كيف ما بغيكم؟ علاش ما نشدوهش؟ علاش ما نقيوش؟ علاش ما علاش؟ علاش حنا مديورين؟ علاش حنا ما نديروش على بعضياتنا؟ راه حنا مسلمين، احنا مسلمين، خصنا نكونوا مع بعضياتنا والانسانيه تسبق. ماشي معقول، ماشي معقول. هاد الناس راه كيتعذبوا باش داوها، يقولوا لها تجبيها واقفه. اش هاد الشيء؟ واقفه ولا ناعسه؟ انت ديري خدمتك. هي كون كانت توقف كره لاباس، حنا انا كنحاول باش غير رجليها نخدموهم ليها، باش حتى ان شاء الله وبرات باش رجليها ما يبقاو ليهاش ندير، حيت خدي يولي عندها مشكل اخر. احنا كنحاولوا في البونسمون كنبقاو نخدموا ليها رجلي، كتكون على كرشها وتنخدموا ليها رجليها باش مني ان شاء الله تصح تكون مزيان، تقدر تمشى تقدر شوي. اما باش يقولوا اش هاد الهضره ديال تجي على رجليها؟ ما سوقتش انت، دخليها ونصحيهم وقولي لهم خصها تحاولوا معاها، ايه عطيهم النصيحه، ماشي تقول لهم لا جيبوها لي على رجليها. كانت تجي على رجليها ما تجيش عندك كاع نهائيا. هادو راه لي زانفيرميير، ما غنتهموش الطبة، الله يرحم باليدك. وهذا هو اللي كاين، ما باش الطبة راه تيكون عند لانفيرميير، خاصها تمشي عندو ديكلاري رجعة المريضة ها اللي كاين ها اللي كاين. كيصيفطوهم من 28 ل 34 من هنا ل اش هاد اش هاد الحالة وصلنا ليها؟ راه شوف هذاك الله غادي ياخذ فيه الحق. هو بعدا راه مشدود وباقي غادي يشخصوا الحاله ديالها، واحد غادي ياخذ الحكم ديالو. من كنتمنى لوزير الصحه انه يشوف هذا الشيء يرد باله، راه كاينين الناس كاينين اللي غير المراقبات يدير واحد الرينيو مع كاع هادو اللي مكلفين واللي هما اللي في السيرفيس وداك الشيء، ويحاول يقول لهم خصكم ديروا خدمتكم، خصهم يديروا خدمتهم. هادشي راه ماشي معقول، راه ماشي غير هاد السيده، راه هما بحالها بزاف.
راه غير لي زيرجونس في الليل الا مشيتي كتلقى الناس في الارض ناعسه وبشويه عليهم واللي واقيلا كيمشي كينعس واللي كيمشي كده راه كارثه كاين عندنا كارثه في المغرب الانسانيه ما بقاتش الانسانيه ما بقاتش ما كايناش انا كنقولها واخا انا لابسه هاد اللبسه كنقولها لان الا ما عندناش الانسانيه ما عندناش واحد الضمير راه ما عندنا والو ما عندنا والو علاش غادي نجي نشوف انا غير الاجره اللي غنشد لا نشوف الانسانيه والخدمه اللي باش هذوك الا شديتهم غنشدهم حلال طيب ماشي انا نبقى حاضي غير راه الشهر هو اللي نحضيه وصافي وانا راني كندخل هذا البيرو ونضرك ونرجع هذا المريض ونصيفط هذا لا ندير خدمتي ونخرج نمشي هانيه لداري والله يهدينا هذا هو اللي كنقول وتنتمنى نتمنى نتمنى كيستوعبوا هذا الشيء ويعرفوا راسهم واش كيديروا ويكون في قلبهم الرحمه ان شاء الله والله يهدينا جميعا.